السلام، عافاكم. معكم منى قمران، تنقرا في مدرسة الفندقة. عافاكم، أنا تعرض للضرب من طرف واحد السيد. تعرض ليا أنا جاية من المدرسة. هاد السيد أصلا ديما كان تيتعدى عليا وكان معيشني في الحجرة، وأنا تنقرا وساكنة غير أنا وأمي، وتعرفني بأنني غير أنا وأمي. ما عندنا لا راجل لا عندنا لا حتى شي حد، وديما تيهددني وديما تيقول لي أنا ما مشيت تنقتلك. وأنا كنت تنقرا وجاية من المدرسة، وتعرض ليا وضربني في وجهي وخسر ليا وجهي، وتا حد ما بياخذ ليا حقي بصفة نهائية. ما خليت فين دفعت، ما خليت فين درت، وليت تحت التهديد ومرض مرض نفساني لدرجة أنا تنفكر نحرق راسي بالعافية، تنفكر نقتل راسي حتى نشوف حياتي ضاعت، قريتي ضاعت، مستقبلي ضاع. عافاكم إلا ما شدتوا لي حقي، راه هاد السيد باقي لدابا تهددني، هو ضربني وباقي تهددني، وتيقول لي أنا غادي للحبس، غادي راه غادي ندير علاش بالمعقول باش نمشي للحبس. وعائلته كيقولوا بأنهم غادي يعطوا الفلوس، وأنا تنحس بالحقرة. وما خليت أنا فين مشيت ديكلاريت في الست أيام، ديكلاريت في الولاية، دفعت الوكيل المالك. وهاد السيد باقي ما تشدش لحد الآن، واش واحد ضربني وباقي تيهددني لدابا. أنا وليت خايفة على راسي ومريضة مرض نفساني. راه المرأة راه أم، راه أخت، راه عمة، راه خالة، راه أنا مرأة، راه أنا راه ولية. عافاكم إلا ما شدتوا لي حقي، الله يجازيكم بخير. راه واخا يتحاكم من عند الله، واخا يتحاكم من عند الله، راه غادي الله ما غاديش يطلقوا. واخا يتحاكم من عند العبد، راه حكم الله راه أكثر من حكم العبد. ودري أنا ما مسمحش لي بسمها نهائية، ولا ما عمرني ما نسمح لي ترك الطم الله. والله يجازيكم بخير وشكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. يلا قلت الدبلوم ديالي دابا شكون بيخدمني؟ شكون بوجهي هكا؟ كي غادي نبان لهم؟ كي غادي يحسبوني الناس فاش غادي يشوفوني؟ أو مستقبلي ضاع وحياتي مشات. كاين شي واحد اللي يضرب شي وحده ويدير لها بحال الدقه هكا في وجهها، وباقي تحت ماخذ هذيك حقك وباقي عايشه تحت التهديد. المشكل هو انني انا باقي عايشه تحت التهديد، باقي تيجيني التهديد، باقي ماما مسكينه مريضه بالسكر حتى هي في التهديد. كنا باقي عايشين في التهديد وباقي عايشين في الرعب، لانه بنادم ضربك وباقي ما تخدش الحق، يعني راه باقي غادي نبقاو حنا عايشين حنا تحت التهديد. هو كاع ضربني بالموس وما تشدش، يعني هذا يكون كاع قتلني ما كاينش المشكل. ورا تيقولها بفمو، تيقولي راه انا باقي غادي نقتلك، وراه كلشي عارف وحومتي كلها عارف بانني انا باقي عايشه تحت التهديد. وتنطلبكم الله يرحم باكم وقفوا معايا، راه تحت ما وقف معايا ما خليت ما درت. هيا عندي سيرتيفيكا فيها 45 يوم، هيا هاني دافع الوكيل المالك، هيا او كلشي هادشي. باقي هاد السيد لدابا ما تشدش، باقي لدابا كاع اما الوراق اللي دافع بهم الوكيل المالك. ها هي السيرتيفيكا، ها هو وجهي، عاد عندي رجل فيها حروق بشاك من طاعت الموتور، راه تاهي راه دافعها الوكيل المالك، ودافعها تاهي لست ايام، ودافعها تاهي الولاية. مبقاتش عندي هاديك التصويرة فيها حروق خايبة، حيت كانت هاكا تيلوح عليا الشاك من طاعت الموتور، ولصقات ليا الشاك في رجليا. اه ماما هادو باقي لدابا ما تشدش ليا حقي. واش كاين شي واحد تيبغي ختو ولا امو ولا خالته وقع ليها في وجهها بحال هكا؟ اه ما يمكنش، ما كاينش شي حد اللي تقبلها. الورقه نتاع وكيل المالك، وباقي هاد السيد لدابا باقي ما تشدش، وباقي تيهددني وباقي تيهدد ليا في امي لدابا. انا مابقيتش خايفه على راسي، انا وليت خايفه على ماما، اما انا راسي صافي مشيت، انا وليت خايفه على الام ديالي.